أهلا بكم. تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإحلال السلام في دارفور وتحقيق مطالب النازحين، وأكد خلال مخاطبته العاملين بجامعة الفاشر مساعي الدولة لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان. ووصف حمدوك خلال مخاطبته النازحين بمعسكر أبو شوك مطالب النازحين بالعادلة. إلى ذلك طالب النازحون بأهمية بسط العدالة وإخلاء مناطقهم مما سموهم بالمستوطنين الجدد، ونزع أسلحة الميليشيات وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية وتسليم رموز النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مستشفى الفاشر للطوارئ والمستشفى التعليمي ومستشفى الفاشر الجنوب، إضافة إلى مسجد الفاشر العتيق.